بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الأعزاء، طلبة وطالبات الفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة بني سويف، أهلا ومرحبا بكم في أولى لقاءاتنا في مادة الاقتصاديات للأستاذ الدكتور أمير فارس. معكم أحمد عدلي المعيد بقسم المحاسبة. هنتكلم إن شاء الله عن معايير تقييم المشروعات الاستثمارية. تنقسم معايير تقييم المشروعات الاستثمارية إلى مجموعتين رئيسيتين. أولا، معايير تقييم المشروعات الاستثمارية من وجهة نظر فردي، وتنقسم إلى 1، معايير تتجاهل القيمة الزمنية للنقود، ومن أهمها معيار فترة الاسترداد العادية ومعيار معدل العائد المحاسبي. 2، معايير تعترف بالقيمة الزمنية للنقود، ومن أهمها معيار فترة الاسترداد المخصومة ومعيار صافي القيمة الحالية ومعيار معدل العائد الداخلي ومعيار دليل الربحية المخصوم. ثانياً، معايير تقييم المشروعات من وجهة نظر قومية، ومن أهمها معيار صافي القيمة المضافة القومية ومعدل العائد الاجتماعي، معيار أثر المشروع على ميزان المدفوعات وحصيلة النقد الأجنبي، معيار قدرة المشروع على المنافسة الدولية. إن شاء الله هنتناول معيار فترة الاسترداد العادية. فمعيار فترة الاسترداد العادية يقوم على حساب عدد السنوات اللي بتتمكن الشركة في نهايتها من استرداد التكلفة الاستثمارية، حيث أنه كلما قصرت فترة الاسترداد كلما كان الاستثمار أكثر قبولاً، وكان ذلك دليل على نقص درجة المخاطرة المترتبة على الاستثمار. ويتم حساب فترة الاسترداد كما يلي: 1، في حالة ثبات أو تساوي التدفقات النقدية الداخلة يتم حساب فترة الاسترداد من خلال تطبيق القانون التالي. فترة الاسترداد بتساوي قيمة الاستثمار المبدئي على صافي التدفق النقدي السنوي. 2، في حالة عدم تساوي التدفقات النقدية الداخلة، فعندما تكون التدفقات النقدية الخاصة باستثمار ما غير متساوية، فإنه يصعب استخدام معادلة فترة الاسترداد اللي هي قيمة الاسترداد المبدئي على صافي التدفق النقدي السنوي، ولكن يتم تحديد فترة الاسترداد ده في حالة عدم تساوي التدفقات النقدية الداخلة من خلال تجميع التدفقات النقدية من سنة لأخرى حتى تصبح مساوية لتكلفة المشروع الأصلية، أو حتى تصبح مساوية لقيمة الاستثمار المبدئي. هنتناول مع بعض المثال الأول. تمتلك إحدى المشروعات أو إحدى الشركات مبلغ 120,000 جنيه وترغب في استثمارها، وقد طرح على إدارة الشركة استثمارها في أحد المشروعين، المشروع سين أو المشروع ص، وفيما يلي التدفقات النقدية لكلا المشروعين: التدفق النقدي للمشروع سين والتدفق النقدي للمشروع ص، والمدة 5 سنوات. بالنسبة للتدفق النقدي للمشروع س، فهو تدفق نقدي داخل متساوي في ال5 سنوات هو 40,000 جنيه. بالنسبة للتدفق النقدي للمشروع ص في السنة الأولى 32,000، والتدفق النقدي للمشروع ص في السنة الثانية 28,000، في السنة الثالثة التدفق النقدي بالنسبة للمشروع ص 40,000، في السنة الرابعة التدفق النقدي للمشروع ص 40,000، في السنة الخامسة التدفق النقدي للمشروع ص بيساوي 80,000، والمطلوب المفاضلة بين المشروعين
باستخدام طريقة فترة الاسترداد أو باستخدام معيار فترة الاسترداد. طبعا لما نبدأ بحل المسألة أنا عندي مشروعين، هيتم استخراج فترة أو حساب فترة الاسترداد للمشروع س. المشروع س التدفقات النقدية الداخلة بالنسبة للمشروع س هي تدفقات نقدية متساوية سنويا أو ثابتة، فبالتالي هيتم حسابها من خلال قانون فترة الاسترداد، اللي هو فترة الاسترداد بتساوي قيمة الاستثمار المبدئي على صافي التدفق النقدي السنوي. طبعا قيمة الاستثمار المبدئي عندي 120 ألف، صافي التدفق النقدي السنوي 40. إذا فترة الاسترداد للمشروع س هي 3 سنوات، معنى ذلك إن المشروع س سوف يسترد قيمة الاستثمار الأصلي بعد 3 سنوات. بعد كده هبدأ أحسب فترة الاسترداد بالنسبة للمشروع ص. التدفقات النقدية للمشروع ص غير متساوية خلال السنوات الخمسة اللي مديها لي في المثال، وبالتالي نظرا لأن التدفقات النقدية الداخلة السنوية للمشروع ص غير منتظمة، فيتم تحديد صافي التدفق النقدي الداخل للمشروع على أساس تراكمي من خلال إعداد الجدول. فأنا بعد جدول عشان أحسب من خلاله فترة الاسترداد للمشروع ص، لأن المشروع ص التدفقات النقدية السنوية ليه غير منتظمة. في السنة الأولى كان صافي التدفق النقدي الداخل للمشروع ص هو 32 ألف، وبالتالي في إن إجمالي التدفق أو صافي التدفق النقدي الداخل المتراكم هيكون 32 ألف. في السنة الثانية صافي التدفق النقدي للسنة الثانية كان 28 ألف، وبالتالي في إن صافي التدفق النقدي للسنة الثانية 28 ألف زائد صافي التدفق المتراكم من السنة الأولى ال 32 هيساوي 60 ألف. في السنة الثالثة كان صافي التدفق النقدي للمشروع ص 40 ألف، والصافي التدفق النقدي المتراكم من السنة الأولى والثانية كان 60 ألف. إذا في السنة الثالثة صافي التدفق النقدي المتراكم هيساوي 100 ألف. في السنة الرابعة كان صافي التدفق النقدي 40 ألف، وصافي التدفق النقدي المتراكم للسنوات الثلاثة السابقة هو 100 ألف. فصافي التدفق النقدي المتراكم حتى السنة الرابعة هيكون 140 ألف. في السنة الخامسة كان صافي التدفق النقدي ليها 80 ألف، وبالتالي كان عندي من ال4 سنوات السابقة صافي تدفق نقدي متراكم 140 ألف، فيصبح إجمالي التدفق النقدي المتراكم في نهاية السنة الخامسة هو 220 ألف. أنا طبعا عاوز أحسب فترة الاسترداد لتكلفة الاستثمار اللي هي 120 ألف. 120 ألف حتى نهاية السنة الثالثة اللي بيكون التدفق التراكمي ليها 100، أنا حصلت من 100 أو استرديت من 120 ألف 100 ألف حتى نهاية السنة الثالثة، لذلك نحتاج إلى 20 ألف من السنة الرابعة واللي بيبلغ التدفق النقدي ليها 40 ألف. وبالتالي في إن فترة الاسترداد للمشروع ص بتساوي 3 سنوات، أنا أخدت ال3 سنوات الأولى كاملة، وهحتاج من السنة الرابعة 20 اللي هي التدفق النقدي للسنة الرابعة 40. إذا فترة الاسترداد هتصبح 3 سنوات ونصف، أي أن فترة الاسترداد للمشروع ص حتى يستطيع أن يسترد التكلفة الاستثمارية هي 3 سنوات ونصف. طبعا بالمفاضلة بين المشروع س والمشروع ص، وبالنظر إلى فترة الاسترداد لكل المشروعين، فإن المشروع س هو الأفضل، لأن فترة الاسترداد وهي 3 سنوات بالنسبة للمشروع س أقل من فترة الاسترداد للمشروع ص واللي بتساوي 3 سنوات ونصف. فالقرار هيكون اختيار المشروع س، لأن هو المشروع الأقل من خلال فترة الاسترداد وهي 3 سنوات. المثال الثاني
يفكر أحد المستثمرين في إقامة مشروع استثماري جديد، وقد أسند إليك دراسة الجدوى المالية والاقتصادية لهذا المشروع، أقدم إليك أهم البيانات والمعلومات التالية: 1- تكلفة المشروع الاستثماري المتوقعة هي 900,000 جنيه، وتنفق بالكامل عند تنفيذ المشروع في بداية السنة الأولى. 2- تحصل الإيرادات وتسدد التكاليف في نهاية كل سنة من سنوات عمر المشروع الاقتصادي والمقدرة بـ4 سنوات. والجدول التالي بيبين ذلك أو بيوضح ذلك. أنا عندي الفترة 4 سنوات، أو العمر الاقتصادي للمشروع 4 سنوات، عندي الإيرادات السنوية المحصلة أو التدفقات النقدية الداخلة، وعندي التكاليف السنوية المدفوعة أو تكاليف التشغيل السنوي. في السنة الأولى كانت الإيرادات السنوية المحصلة 274,000، وكانت التكاليف السنوية برضه للسنة الأولى 50,000. في السنة الثانية كانت الإيرادات السنوية المحصلة 290,880، وكانت التكاليف السنوية 40,000. في السنة الثالثة كانت الإيرادات السنوية المحصلة 596,972، وكانت التكاليف 35,000. في السنة الرابعة كانت الإيرادات 339,704، وكانت التكاليف 25,000. 3- من المتوقع تصفية المشروع في نهاية عمره الاقتصادي، حيث تبلغ قيمته 88,118 جنيه. 4- معدل العائد المرضي والمطلوب من جانب المستثمر يجب ألا يقل عن 12% سنويًا، علمًا بأن المشروع يتمتع بإعفاء ضريبي طوال فترة تشغيله. المطلوب: تقديم توصيتك بقبول أو رفض الاستثمار في هذا المشروع محل التقييم، مستندًا في ذلك إلى معيار فترة الاسترداد العادية. طبعاً أنا لما أجي أحل مسألة زي دي، أول حاجة بنحدد صافي التدفقات النقدية السنوية، لأن هو مديني إيرادات سنوية ومديني تكاليف، مش مديني صافي التدفق النقدي. فأنا هنا هحسب صافي التدفق النقدي السنوي من خلال إعداد الجدول التالي: الإيرادات السنوية المحصلة في السنة الأولى، أو التدفقات النقدية الداخلة في السنة الأولى كانت 274,000، ناقص التكاليف السنوية في السنة الأولى اللي هي 50، فهيصبح صافي التدفق النقدي للسنة الأولى هو 224,000. في السنة الثانية كانت التدفقات الداخلة 290,880، وكانت التكاليف السنوية أو تكاليف التشغيل أو تدفقات الخارجة كانت 40,000، فيصبح صافي التدفق النقدي 250,880. في السنة الثالثة كانت الإيرادات 596,972، وكانت التكاليف السنوية المدفوعة 35,000 فيما يخص السنة الثالثة، وبالتالي يصبح صافي التدفق النقدي للسنة الثالثة 561,972. في السنة الرابعة كانت الإيرادات السنوية المحصلة 339,704، وكانت التكاليف 25,000، وبالتالي يصبح صافي التدفق النقدي للسنة الرابعة 314,704. طبعا الخطوة الثانية بعد حسابي لصافي التدفق النقدي السنوي، أنا ببدأ أحسب فترة الاسترداد، ونظرا لأن فترة الاسترداد نظرا لأن صافي التدفق النقدي السنوي في خلال السنوات الأربعة غير متساوي، فهنا بيصعب تطبيق قانون فترة الاسترداد. فببدأ أحسب فترة الاسترداد من خلال إن أنا بجيب التكاليف الاستثمارية المتوقعة، أو التكاليف الاستثمارية المتوقعة ودي معطى في المسألة اللي هي 900,000، بطرح منها صافي التدفق النقدي للسنة الأولى اللي أنا حسبته من خلال الجدول، وهو كان 224,000،
يصبح المبلغ تحت الاسترداد في أول السنة الثانية، المبلغ اللي المفروض هسترده في السنة الثانية اللي هو 676,000، فهسترد منه إيراد السنة الثانية اللي هي إيراد السنة الثانية عندي 250,880، فهيصبح المبلغ تحت الاسترداد أول السنة الثالثة 425,120. ولكن لو نظرنا إلى صافي التدفق النقدي السنوي للسنة الثالثة هنلاقيه أكبر من المبلغ تحت الاسترداد، وبالتالي إحنا هنحتاج ناخد من السنة الثالثة ما قيمته 425,120 من 561,962. فهيتم استرداد الجزء ده من السنة الثالثة كما يلي: الجزء تحت الاسترداد اللي هو 425,120 اللي أنا عاوز أسترده من خلال صافي تدفق النقد للسنة الثالثة، على صافي التدفق النقدي للسنة الثالثة اللي هو 561,972. فهيصبح عندي القيمة هضربها في 12 هيديني 9 شهور و7%. لو حسبناها هيطلع فترة الاسترداد 2 سنين و9 شهور وحوالي 3 أيام تقريبا، وبالتالي فإن المشروع يعد مقبول لأن فترة الاسترداد العادية أقل من العمر الاقتصادي للمشروع وهو 4 سنوات. مزايا وعيوب فترة الاسترداد: طبعا فترة الاسترداد كأحد معايير تقييم المشروعات الاستثمارية لها ما يميزها من مجموعة من المزايا ولها أيضا بعض العيوب. من أهم مزايا فترة الاسترداد إن هي طريقة سهلة الفهم والتطبيق عند تقييم المشروعات الاستثمارية، كذلك هي أيضا تحدد المدة اللي من خلالها يمكن استرداد الإنفاق الاستثماري المبدئي للمشروع، كذلك أيضا فهي الطريقة التي تناسب أكثر المشروعات صغيرة الحجم. أما فيما يخص عيوب معيار فترة الاسترداد، فمعيار فترة الاسترداد بيحدد المدة اللازمة لاستعادة الأموال المنفقة على المشروع الاستثماري، ولكن لا يمكن من خلاله تحديد الأرباح. إن الاعتماد أيضا على طريقة فترة الاسترداد بمفردها قد يؤدي إلى استبعاد بعض المشروعات التي لا تستطيع الاسترداد المبكر لأموالها المستثمرة، بالرغم من احتمال أن تكون هذه المشروعات المستبعدة أكثر ربحية من المشروع الواقع عليه الاختيار، لأن فترة الاسترداد أو معيار فترة الاسترداد بيحدد لي المدة اللازمة لاستعادة الأموال المنفقة لكن ما بيحددليش الأرباح، وبالتالي يمكن التغلب على هذا العيب من خلال الاستعانة بمعايير أخرى. أيضا إن فترة الاسترداد بتتجاهل القيمة الزمنية للنقود. وبهنا نكون إن شاء الله أنهينا السكشن بتاع النهاردة، وإلى اللقاء في المرات القادمة إن شاء الله. شكرا لحسن استماعكم.